أخبار اليوم. طبعا احتفالية طبعا تليق بمصطفى بيه أمين وعلي بيه أمين. نتمنى يعني التوفيق دائما واخد بالها للأخبار ويعني في تقدم دائما وتطور دائما. حضرتك شفت ان مؤسسة اخبار اليوم ادت رسالتها الصحفية في الفترة اللي فاتت دي، وهل هي مستمرة في تأدية رسالتها ولا؟ هقول لحضرتك على حاجة، هو في من الواضح في طفرة جامدة جدا قايمة بيها اخبار اليوم من الناحية الصحفية ومن السبق الصحفي بشكل عام، وبشكل خاص طبعا يعني من ناحية طبعا الاجتماعية والنواحي التداخل بتاع الاخبار واخبار حضرتك في النواحي الاجتماعية، يعني من تطور لتطور ربنا يكرم. يعني طبعا هي واحدة من أكبر الجرائد الموجودة أو من أكبر المؤسسات الموجودة في الصحافة في مصر، ربنا يوفقهم دايما. يعني دور الصحفي في الفترة اللي فاتت حضرتك كنت شايفه متميز ولا كان ناقص له بعض الحاجات لتكملة الدور دوت الإعلامي والثقافي وال يعني حضرتك خلينا نتكلم اللي فيه خصوصا آخر 3 أو 4 سنين واخد بال حضرتك، طبعا في تطور جامد في الصحافه، في طبعا نوعيه الصحافه المقروءه طبعا والمسموعه والديجيتال او المواقع الالكترونيه بشكل عام بشكل خاص، طبعا في تطور كبير واخد بال حضرتك في كمؤسسه الاخبار طبعا صحفيا ومؤسسيا وكمواقع برضو، يعني ربنا يكرم ان شاء الله. اطلب ايه من الصحافه في الفتره الجايه؟ والله واخد بال حضرتك طبعا الاهتمام بالامور الدوله وسياساتها واخد بال حضرتك واتجاهاتها، وخصوصا مؤسسه الاخبار من المؤسسات طبعا اللي هي الحكوميه اللي نقدر نقول عليها، فبنطلب منها الاهتمام والصراحه دايما، يعني زي ما عادتنا في الفتره الاخيره بالصراحه الكبيره اللي هي قايمه بيها. يعني اتمنى طبعا واخد بال حضرتك الاستمرار طبعا نفس السياسه دي. كلمه لمؤسسه اخبار اليوم؟ نقول لهم ألف مبروك طبعا، ومن تقدم لتقدم ومن تطور لتطور، ويعني نتمنى اليوم كل توفيق طبعا، ويعني ربنا يرحم طبعا مصطفى بيه وعلي بيه أمين، وربنا يعني يفتكرهم دايما بالخير، وألف مبروك على الاحتفالية الجميلة دي.